للمزيد من التحليل والتوضيح ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي. دكتور علي، بعد التحية أهلا بحضرتك على شاشة التلفزيون المصري. اليوم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال في الاجتماع الثاني لمتابعة تأثير التغيرات العالمية، قال إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على ضمان توافر السلع للمواطنين. كيف تقرأ هذا التصريح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا جزء مهم جدا في ظل الظروف الصعبة اللي بيمر بيها الاقتصاد العالمي ان احنا نكون يعني وضع المواطن المصري واحتياجاته ان هي يكون فيها نوع من انواع الاستقرار، وان احنا نلبي احتياجاته الاساسية بالاسعار المناسبة ليه. وده يمكن جزء مهم جدا ان ما يبقاش في اي عجز في السوق المحلي من اي سلعة استراتيجية او اساسية، وفي نفس الوقت ان هي تكون بتقدم باسعار مقبولة للمواطن واسعار عادلة. جزء منها مرتبط بزيادة المعروض السلعي، والجزء الاخر مرتبط بالرقابة على السوق ومواجهة اي حالات مخالفة او جشع من بعض التجار، وبالتالي ده أمر غاية في الأهمية في ظل وتيرة أحداث على مستوى العالمي. يمكن للأسف الشديد يعني خلينا نقول وتيرة سريعة، وفي نفس الوقت أثار سلبية على الاقتصاد العالمي حتى الآن ما نقدرش نقول إنها متى تنتهي وإلى أي مدى سوف تصل. طيب دكتور علي، بما طرحته الحرب الروسية الأوكرانية من تضخم وزيادة في التضخم على المستوى العالمي ككل، إلى أي مدى يعني ترى ما تقوم به الدولة المصرية والقيادة السياسية في مصر من الحرص الشديد على توافر السلع للمواطنين وبالأسعار المسعرة وبالأسعار المناسبة وتكون في يد الجميع؟ خلينا نبدأ كلامنا بأن احنا لما يعني نستعرض على سبيل المثال وليس الحصر الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر اقتصاد على مستوى العالم بيعاني من معدل تضخم هو الأعلى على مدار 40 سنة 7.9%، منطقة اليورو معدلات تضخم وصلت لحوالي 5.9% وهي الأعلى على مدار 30 عام. نعم. وبالتالي معدلات التضخم للأسف الشديد بتاخد وتيرة سريعة جدا وكبيرة جدا وبأرقام قياسية. الاقتصاد المصري جزء من العالم وبالتالي تأثر بارتفاعات في معدلات التضخم، وتابعنا دوت يمكن الشهرين الماضيين سواء الشهر الماضي ب 2% زيادة والشهر السابق ليه ب1%، وبالتالي كان هنا قرار المركزي بالعمل على رفع اسعار الفايده اليوم ب1%، وده الغرض منه ان هو يقلل من حجم السيوله ويقدر ان هو يستوعب قدر كبير من معدلات التضخم. فده يمكن ارجاع. كمان شفنا بعض الاقتصادات على مستوى العالم ابتدت ان هي كمان تتحرك على هذا الامر المرتبط برفع اسعار الفايده. يمكن بعض الدول العربيه على سبيل المثال زي الامارات، السعوديه، الكويت، البحرين، قطر، كلها رفعت اسعار الفايده بالنسبه للبنوك المركزيه ليهم الايام الماضيه. يعني ليست الدولة المصرية وحدها من اتخذت مثل هذه القرارات. طب دكتور علي، اليوم في البورصة المصرية شهدت ارتفاع كبير في كافة الأسهم والتعاملات وصلت ل 30 مليار جنيه. إلى أي مدى يعني نرجع هذا التطور وهذا يعني التحقيق للأرباح على مستويات أسهم البورصة جميعها؟ جزء منها طبعا مرتبط بالقرار الخاص بتخفيض سعر صرف الجنيه امام العملات الاجنبيه. النهارده كان في تخفيض لاسعار الصرف بالنسبه للجنيه امام العملات الاجنبيه باكثر من حوالي 11%. ده بيدي فرصه كبيره جدا للاجانب على وجه التحديد ان يزودوا من عمليات الشراء في الظروف ديت، وبالتالي حصل الارباح ديتنا جزء منها مرتبط اكيد بتخفيض سعر الصرف، واللي كمان بينعكس مش على بس الاستثمارات المباشره ولكن ايضا على الاستثمارات الاستثمارات المباشره والاستثمارات الغير مباشره. النهارده شفنا في البورصه، لكن اتوقع كمان على مستوى الاستثمار الاجنبي المباشر ان يحصل كمان فيه ان شاء الله زياده خلال الفتره القادمه. ومش ده بس، لكن خليني اقول برضه المصادر الدولاريه بشكل عام ان شاء الله يعني هنشوف ان هيحصل فيها يمكن تحسن بشكل كبير، لان كمان لما تابعنا
القرارات اللي خرجت من بعض البنوك المصريه بتقديم شهادات استثمار بعائد 18% في سنه، فبالتالي ده هيدي فرصه لزياده اكبر في تحويلات المصريين من الخارج خلال الفتره القادمه. فاعتقد ان زياده حجم المصادر الدولاريه للاقتصاد المصري اكيد ده بشكل واضح هينعكس كمان ان شاء الله على سعر الصرف. اللي بنتمنى كلنا ان هو يعني خلينا نقول يعني يرتفع بعض الشيء خلال الفتره القادمه في ظل يمكن توقعات البعض باستمرار الانخفاض، لكن احنا بنراهن على المصادر الدولاريه ان هي باذن الله تعوض عمليه التخفيض اللي حصلت اليوم. كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الاستاذ الدكتور علي الادريسي استاذ الاقتصاد، شكرا جزيلا لك.